اهلا بيكو، معاكم احمد عمرو aquatips.com. وموضوعنا النهارده هيكون 7 أو 8 طرق مختلفه ازاي ان انت تزود الحمل بتاع التمرين بتاعك. يعني من الاخر كده 7 أو 8 طرق تعمل بيها بروجريسيف اوفرلود بحيث ان انت تجبر جسمك ان هو يستجيب للتمرين. طبعا الناس اللي بتتابعنا من زمان فاهمين كويس جدا يعني ايه بروجريسيف اوفرلود. لو حد اول مره يتابعنا فممكن اشرحها كده شرح سريع، وهي معناها ان انت كل مره بتروح تتمرن كل حصه تمرين انت بتعملها المفروض بتغلب التمرينه اللي قبليها وبتغلب الحصه اللي قبليها. اشهر حاجه ان انا بزود وزن عن المره اللي فاتت، ولكن في الفيديو دوت احنا هناخد طرق تانية مختلفه بحيث ان انا ازود التحميل على العضله، مش شرط ان انا هزود الوزن. فاول طريقه احنا ممكن نقولها ان انت تستعمل فورم يكون ستريكت اكتر، او يكون ان هو حازم اكتر، او يكون صح اكتر. يعني لو خدنا مثال مثلا عن تمرين زي العقله، لان دي ناس كتيره جدا بتحب تغش فيها. لو انت بتعمل مثلا 10 عدات 3 مجموعات، جيت المره الجايه عايز تحسن تمرين العقله، عايز تحط حمل زياده على العضلات اللي هي بتشتغل في العقله، فممكن ان انت تعمل الموضوع دوت من غير ما تزود اي عده زياده، من غير ما تزود اي وزن زياده، ولا تزود اي مجموعه زياده. كل اللي انت هتعمله ان انت تخلي الفورم بتاعك ستريكت اكتر او حازم اكتر. هتنزل لغايه الاخر، هتطلع لغايه الاخر، هتلغي اي سوينج، هتلغي اي مومنتم. كل ما حسنت الفورم بتاع التمرين، كل ما حسنت الشكل بتاع التمرين، كل ما هتحط لود او حمل اكتر على العضلات اللي هتشتغل في التمرين ده. فالنتيجه هتكون ايه؟ ان عضلاتك اللي بتشتغل في التمرين ده هتكون اقوى، هتكون اكبر، هتتحسن اكتر في التمرين اللي انت بتشتغله. الطريقه الثانيه، بعد طبعا ما قلنا ان خلاص لو انت الفورم بتاعك كان تمام 100 100، مفيش اي حاجه تانية تتعدل، لو عايز بقى ان انت تزود الحمل بتاع التمرين المره الجايه، فان انت هتزود عده. يعني لو المجموعات بتاعتك كانت 10 10 10 3 مجموعات 10 عدات، هتعمل 11 10 10، او لو عرفت تعمل الثلاثه في 11 يبقى احلى واحلى. الطريقه الثالثه، وهي ان انت تزود اللود اللي هو محطوط على البار، او هتزود الوزن اللي هو محطوط على البار. الزياده طبعا اللي هم بينصحوا بيها بتكون 2% بس، يعني المفروض ان انت تكون صبور جدا في موضوع الزياده. بتزيد وزنك بس 2% لو انت عايز تعمل التمرين بنفس الفورم، لو انت عايز تعمله بنفس العداد، بنفس كل حاجه، فالزياده المفروض تكون 2%. يعني لو انت شايل 100 كيلو، فمره جايه هتتمرن ب 102 كيلو، التمرين اللي بعديها هتبقى 104، وهكذا كل مره بزود 2% بس. وده ممكن تطبقه 100% على التمارين بتاعت الكاليثينكس. لو انت مثلا بتعمل عقله، انت وزنك مثلا 75 كيلو ومعلق في جسمك 25 كيلو، يعني مجموع الوزن 100 كيلو، عملت 6 عدات منهم، المره الجايه هتعمل نفس ال6 عدات دي بس الوزن بتاعك هيكون 2 كيلو زياده عن توتال او عن مجموع الوزن اللي انت شغال بيه. الطريقه الرابعه، وانا استغربت ان الطريقه دي اخترعوها في مصر من سنة 1920 من الناس اللي كانت بتمارس رفع اثقال او اولمبيك ليفتنج. فالطريقه ديت كالاتي، ان انت هتخلص نفس مجموع العدات اللي انت بتعملها بس في وقت اقصر. الطريقه ديت حلوه مش بس في رفع الاثقال، الطريقه دي تبقى حلوه جدا على تمرين زي التشينب او تمرين العقله. لو انت مثلا بتعمل 60 عده، وال 60 عده دولت علشان تخلصهم خدوا منك حوالي 45 دقيقه، وخدوا منك وليكن 15 مجموعه، فالمرة الجاية لو انت خلصت نفس العدد دوت بس في وقت اقل وفي مجموعات اقل، فده معناه ايه؟ ده معناه ان انت بتتحسن في تمرين العقلة، معناه كده ان انت عضلاتك بتكون اقوى، بتكون اكبر. دي برضو من ضمن طرق البروجريسيف اوفرلود، ان انت هتعمل نفس الشغل لكن في وقت اقل. الطريقة الخامسة، ودي من الطرق بتاعتي المفضلة شخصيا، انا بحب اعملها جدا، ان انا هزود مجموعة على المجموعات بتاعتي. دي بالظبط اللي انا نفذتها الاسبوع اللي فات دوت. يعني الاسبوع اللي فات كنت بعمل 5 في 5 هاند ستاند بوش ابس او ضغط وانا واقف على ايدي. بعد كده التمرين اللي بعديها عملت برضه 5 عدات بس زودت مجموعه زياده، يعني بقوا 6 مجموعات 5 في 6. بعد كده عندنا سادس وسابع وثامن نقطه من البي دي اف اللي انا بترجمه دوت، ممكن نلخصهم في نقطه واحده. هي ايه؟ هي الثبات اثناء التمرين، ان انت تزود ثبات او تزود مده ثبات اثناء وانت بتادي التمرين. فالثبات دوت ممكن يكون وانت بتطلع، يعني مثلا انا لو هعمل سكوات مثلا ممكن هنزل وبعد كده وانا بطلع هطلع مثلا نص المسافه، بعد كده هثبت من 2 لـ4 ثواني وبعدين اكمل العده. ممكن اعمل كده وانا نازل، فانا ببدا من فوق
وانا بنزل برضو في نص المسافة ممكن انا اثبت من 2 لـ4 ثواني وبعد كده انزل واطلع واكمل العدة. النوع الثالث من الثبات بيبقى اسمه posing in the most disadvantageous position، يعني ان انا هثبت في اكتر وضع صعب اثناء التمرين او اكتر وضع انا مش هعرف اخد منه باور عشان اطلع تاني. لو هناخد مثال على السكوات برضو، فده هيكون اخر رينج السكوات خالص لو انت بتنزل سكوات لغاية الاخر، فلو ثبت تحت من 2 لـ4 ده طبعا هيخلي التمرين اصعب بكتير، فده معنى الثبات في الوضع ده. ممكن ناخد برضو امثلة تانية على تمارين تانية زي مثلا تمرين البنش بريس، ان انا هثبت البار على صدري تحت قبل ما اطلع ده هيخلي التمرين اصعب. تمرين زي تمرين الميلاتري بريس اللي هو بتاع الكتف، ان انا هثبت البار على برضو على منطقة الصدر ومنطقة الكتف قبل ما اطلع بيه تاني، ده برضو هيخلي التمرين اصعب بكتير. فكل دي الطرق ان انا ما زودتش الوزن اللي على البار او ما زودتش الوزن اثناء التمرين، ولكن زودت صعوبة التمرين، حطيت حمل على العضلة كأني بالظبط زودت وزن بس من غير ما ازود وزن. الطريقة اللي بعديها ان انا هزود ريزيستنس باند في التمرين، دي كنت بحب اعملها جدا في السكوات. الاسبوع اللي فات برضو كنت بعملها في العقلة وحلوة جدا جدا. الميزة بتاعتها في ايه؟ قيمة الباند على الاوزان العادية، يعني انا كنت بعمل عقلة بعلق اوزان عادية، بس الاسبوع ده جربت ان انا اعملها وانا معلق ريزيستنس باند، والفرق كان حلو قوي. ان الريزيستنس باند كل ما بتعمله ستريتش كل ما بتبعد اكتر، كل ما بتطلع اكتر، كل ما هو بيبقى عايز يسحبك لتحت اكتر، يعني بيحط عليك مقاومه اكبر. فكل ما بطلع اكتر في العقله كل ما بيزود الوزن او كل ما بيحط عليا لود اكتر، في التمرين بيكون اصعب بكتير خاصه في اخر جزء من الحركه اللي هو اوريدي بيكون صعب. فاتمنى ان الفيديو يكون مفيد. انا بصراحه ما مش عارف كده هم هيبقوا 7 ولا 8 نقط. اتمنى ان انتوا تبتدوا تنفذوا النقط ديت في التمرين بتاعكم ايا إن كان انت بتتمرن فين. يعني الامثله ديت ممكن تعملها وانت بتتمرن في الجيم، لو انت بتتمرن في البيت، بتتمرن بوزن جسم، بتتمرن بجهاز، بدمبل، ببار، باي حاجه. فالنقط ديت كلها ممكن تطبقها ايا كان نوع التمرين اللي انت بتعمله. فاتمنى يكون كل استفاد من الفيديو وكله يطبق المعلومات ديت، ونشوفكم في الفيديو اللي بعده. تفاصيل اكتر على البرامج بتاعتنا سواء المتابعه الشخصيه او سواء برامج التدريب الجاهزه فالرابط في الشرح.